متحمس اليوم وجاي بدري، ايش عندك؟ والله انا جاي من اخر الدنيا، من الغربيه، جاي من جده الى الرياض عشان الموسم الرياض والمسيره الطيبه الحلوه هذه. متحمسه كثير؟ مره متحمسه، والحمد لله ان ربي ازال عني الوباء، ومره مبسوطه رجع الموسم بعد غياب سنتين. وش اكثر منطقه متحمسه انك تزورينها بموسم الرياض؟ وينتر وندرلاند. انه نحن في المملكه العربيه السعوديه الان نضاهي في الاحتفالات الدول العالميه الان. دكتور سعد، قبل كل حاجه طمني على الوضع الطبي والصحي مع انطلاق المسيره. الحمد لله الامور الطبيه رائعه جميله، احنا في خير، وبشركم ان الوضع الاوضاع الطبيه مره ممتازه، فوق الوصف، فوق الخيال. يعني انت تحس انك يعني في لندن. انا رحت لندن، عشت مواسم ما عمري شفت مثل مواسم هذه حقيقه. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب ويا هلا واهلا بزايرنا. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا واهلا بزاير.